السلام عليكم ورحمة الله. فيما يخص قانون المحروقات عندي تعليق صغير، ولكن شاهدوا هذا الفيديو وش يحكون على قانون المحروقات. ولضيوفك الأكارم، محور التناظر في الساحة السياسية أو لدى الرأي العام أصبح مؤخرا متشكلا من نقطتين: الأولى الانتخابات الرئاسية، والثانية مشروع قانون المحروقات. فماذا تضمن الأخير حتى صنع هذا الشرخ الكبير؟ سأحاول أن أزيل الغموض عن نقاط الظل من الناحية التقنية والإجرائية كما وردت في مشروع القانون الذي بدأ إعداده منذ 4 سنوات وصار جاهزا اليوم. أهم محاوره أنه حافظ على حق الشفعة لصالح شركة سوناتراك من جهة، إذ منع تحويل حصص شركات أجنبية في الحقول النفطية والغازية إلى شركات أخرى، الحق لسوناتراك فقط. ومن جهة أخرى قدم تحفيزات جبائية للشركاء الأجانب من أجل استقطاب الشركات العالمية. لكن هذه الإعفاءات ليست بالجديدة، فهي موجودة منذ سنوات. المادة 56 في هذا المشروع التمهيدي حددت مدة عقودي الاستغلال ب30 سنة، بما في ذلك البحث والاستكشاف، الاستكشاف الذي دار حوله الجدل. فمثلا في قانون 1986 الذي يعتبره الخبراء الأفضل على الإطلاق نظرا لنجاحه في استقطاب الشركات الأجنبية، كان يمنع على الشركاء الأجانب أن يلجأوا إلى التحكيم الدولي في حال النزاع أثناء مرحلة الاستكشاف، إلا أن هذا الحق منح للأجانب بموجب قانونين 2005 و2013، وهو ما حافظ عليه مشروع القانون الجديد. يمكن للأجنبي أن يقاضي سوناتراك دوليا حتى في حال الاستكشاف في الحقول الجزائرية. مشروع القانون الجديد منح ثروة جديدة للأجانب تتمثل في إتاحة الاستكشاف بدون عمق محدد أمام الأجانب. سابقا كانت سوناتراك سمعت قالكم منح ثروة جديدة للأجانب. أنا تمنيت كون متفق مع القانون هذا أنهم يشرطوا على الدول الأجنبية هذه اللي تجي تدير البحث في الجزائر على البترول وعلى الغاز أنها توافق على الشروط. الشروط هي أنا نتمنى الشروط هي أنها تساعد الدولة الجزائرية في الاستثمارات، مثلا في تنمية السياحة في الجزائر، يعطونا احنا نكتسبوا الخبرة من عندهم ويورونا كيفاش نديروا السياحة في الجزائر بطريقة جيدة، الفلاحة كيف نستعملوا الفلاحة باش نقدروا نعودوا نصدروا الخضر والفواكه تاعنا، والمهم كذلك هي الطاقة الشمسية، كيف نقدروا نستعملوا الطاقة الشمسية في الجزائر وكيفاش ننتجوا الطاقة الشمسية منها ننتجوا الكهرباء ونصدروا الكهرباء إلى أوروبا وإلى إفريقيا، لأن الطاقة الشمسية عندنا بقوة. وهذه البرامج اللي نحكي عليها تجي بالطرف، يبدأوا بأضرار أدرك تبدأ تدخل الدراهم تنتشر الورقلة وروح، وزيد يديرونا كما بحيرة في الصحراء كما قالها سيب ربح بن شريف، كما هكذا الشباب يخدم كما هكذا. وش يعود عندنا؟ عندنا ما نعودوش نفكروا غير في سوناتراك هي اللي تعيشنا في الجزائر، نقولوا نفكروا في سونا فلاحة، سونا سياحة، سونا طاقة شمسية، سونا وكذلك. هكذا يخدم الشباب وتطور الجزائر. كي تروح الطاقة هذه تاع البترول والغاز من ما يهمناش، ما نكونوش خاسرين، تكون عندنا ثروات أخرى هي السياحة والفلاحة والطاقة الشمسية، والجزائر تبقى واقفة على رجليها. نكمل الفيديو. الطرف الوحيد الذي يمكنه الاستكشاف في الأعماق الصغيرة، ويستنجد بالأجانب في الأعماق التي لا يمكن لسوناتراك أن تشتغل على مستواها لعدم امتلاكها للتكنولوجيا وحتى الإمكانيات. لكن اليوم كل الأعماق متاحة أمام الاستكشاف الأجنبي. وعلى نقيض من هذا عالج القانون قضية الاسترجاع،
فتحت مواده عملية الاسترجاع أمام الشركات الأجنبية، والسبب عجز سوناتراك في تأدية هذه الوظيفة، ما جعل الجزائر تخسر قرابة 25% من إنتاجها. أما من ناحية ردود أفعال الخبراء والسياسيين، مثلا نجد أن تصريح وزير الطاقة الذي قال فيه استشرنا 5 شركات كبيرة حول مشروع قانون المحروقات صنع جدلا كبيرا. فيقول سهيل قسوم وهو خبير في المجال الطاقوي، كيف لهذا الوزير أن يستشير الأجانب في قوانين تصنعها سيادة الدولة الجزائرية؟ من جهة أخرى، نبيل جمعة الذي هو خبير في الاقتصاد يقول لا يوجد حرجا في استشارة الشركات الأجنبية لأنها استشارة تسويقية فقط، لكن المشكل حسبه أن ويل قدور المدير العام السابق لسوناتراك اعتمد على مكتبي دراسة أمريكيين في صياغة مضمون مشروع القانون قانون المحروقات، حيث كان عليه أن يستشير خبراء جزائريين، يقول نبيل جمعة. يرى الخبير بوزيان مهماه أن القانون من الناحية التقنية سليم ومفيد لإعادة بعث النشاط الطاقوي في الجزائر، مع ضرورة إعداد نموذج اقتصادي جديد يتماشى ومخزونات الطاقة في البلد التي تتأكل بسرعة. كما قلت، هذه هي، أنا متفق مع القانون إذا تفاهموا مع الدول أنهم يساهموا معنا في تطور السياحة والطاقة الشمسية والفلاحة، وهذه الطاقوات اللي راح يعوضونا إن شاء الله البترول والغاز. البترول والغاز راح يروح باش حنا نتكلوا على صونا تراك صونا الغاز، نقولوا عندنا صونا فلاحة كما قلت، صونا سياحة وصونا طاقة شمسية. من ناحية السياسية، ردود أفعال معارضة للمشروع، والسبب أن الوقت ليس وقت تعديل قوانين مهمة، يقول عبد العزيز بالعيد وهو رئيس جبهة المستقبل، يجب انتظار الرئيس المنتخب لتمرير قانون المحروقات، لا يمكن أن نكبل برنامج الرئيس المقبل بقوانين قد تتعارض مع برنامج الرئيس المقبل. رئيس حزب طلائع الحريات علي بنفليس يقول لا يمكن لحكومة تصريف الأعمال وبرلمان غير شرعي أن يناقش مشروع قانون مهم جدا كقانون المحروقات، لابد أن تعدله مؤسسة شرعية ينتخبها الشعب. ينقل عبد الوهاب بن زعيم عن زملائه وهو عضو بمجلس الأمة أنهم يفضلون إرجاء القانون قانون المحروقات ومناقشته إلى جانفي القادم، أي بعد انتخاب رئيس للجمهورية. لا يمكن ونحن في حملة انتخابية وحملة رئاسية ساخنة جدا أن نناقش هذا القانون المصيري. أما البرلماني السابق عن جبهة القوى الاشتراكية أحمد بطاطاش، فانتقد الحكومة بشدة بسبب استشارة الشركات الأجنبية بخصوص مشروع القانون. تقول الإحصائيات أن الجزائر لم تفتح أي مناقصة في مجال الطاقة منذ 2014، فتحت حينها 13 مناقصة أفرزت عن توقيع 4 عقود فقط. هذا العرض إليك علي، النقاش معك ومع ضيوفك الأكارم.